يا هلا وسهلا فيكم، وفي المدينة بنحييكم، وعلى طول الزبدة حنعطيكم. من أجل صناعة جيل جديد من الأبطال الرياضيين السعوديين على مدار الأعوام المقبلة، اهتمت وزارة الرياضة بإشراف سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بإنشاء ورعاية الأكاديميات الرياضية، والتي تهدف إلى تنمية المواهب الرياضية الشابة من خلال التعليم والتدريب الرياضي في بيئة مميزة وبأحدث الوسائل وتحت إشراف مدربين مختصين في اللعبة وفق أحدث التقنيات ووسائل التدريب العالمية. هنا في مدينة جدة تنتشر عديد من الأكاديميات الرياضية، إما بمجهودات فردية أو بإشراف لاعبين معتزلين، بغرض إعداد جيل صاعد ومتميز يخدم الرياضة السعودية في كافة الأصعدة. من بين هذه الأكاديميات التي تقدم دورها الرياضي والاجتماعي، نسلط الضوء على أكاديمية أوفتين. فكرة الأكاديمية كانت عن احتياج موجود في مملكتنا المليئة بالمواهب من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، وجدنا أنه في احتياج لمن يحتضن هذه المواهب ويصقلها، وفعليا الكوادر والكفاءات الموجودة غير كافية، والمنشآت أيضا الموجودة غير كافية للاحتياج الموجود. فمن هنا نبعت فكرة أكاديمية O15. صراحة يعني كل شيء مسهل وميسر، خاصة في مملكتنا هنا الأرض خصبة لأي مشروع سواء كان رياضي أو غير رياضي، لكن الشيء الوحيد اللي كان صعب علينا عدم وجود ترخيص رسمي لإنشاء أكاديمية كرة قدم، هذا غير موجود حاليا في المملكة، لكن إحنا مصرحين كمركز رياضي، لكن ننتظر أن المعايير الرسمية لترخيص أكاديمية كرة قدم تحديدا يتم تسجيل اللاعب باختبار قبول مهارته، أساسيات مشي بالكورة، استلام تسليم، هذا اللي يهمهم، وبعد ذلك ندخل نحدد له فئة على حسب إمكانياته، يعني يختبر نشوف إمكانياته نحدد له فئة. عندنا فئات السي، كل فئة عمرية لها 3 فئات سي وبي وإيه. الهدف من الفئة التطويرية، احنا كنا اول نرفض اللاعب بسبب وزنه وما عندنا مكان له، لان الوزن احنا ما نتحكم فيه، فهذه خدمة جديدة انه لاصحاب الوزن الزايد ممكن يكون هذه الخدمة هي اللي تفيدهم. تعلمت اشياء كثيرة، يعني زي تصدي باليد العكسية واشياء كثيرة. تعلمت الشوت والتسجيل والمراوغة. طموحك تصير في اي نادي واي زي اي لاعب؟ طموحي اصير زي جوميز والعب في الهلال. حبينا ما شاء الله الاكاديميه هنا، مدربين على مستوى عالي معروفه طبعا الكابتن خالد العليان، فحبيت اطور مهاراته الافضل. يعني ايش سر الكابتنيه اللي لابسها في يدك؟ عشان شعر سر كابتن في المنتخب السعودي زي حسن عبد الغني. احنا عندنا اكثر من فئه، وكل فئه احنا بنقسمها على حسب المستويات وعلى حسب أعدادهم، بحكم أنه كل فئة لها مستوى، وكل مستوى له تمارين معينة تتناسب على حسب جودة اللاعبين واللي هم بيحتاجوه. تختلف كل فئة على حسب الحاجة اللي يحتاجوها الفئة، يعني بشكل أكبر عندنا فئات تحتاج أكثر للاستلام والتسليم، عندنا فئات تحتاج لأشياء تطويرية أكثر زي مسح الملعب وإلى آخره. يعني والله يدربونا، أو في البداية وين ما نشترك يدربونا الأساسيات وزي كده، بعد يعلمون كيف طريقة النط الصحيحة، بعد الأشياء الثانية. حسيت أن مستواك اختلف بعد الاشتراك في الأكاديمية؟ أكيد إيوه. طموحات حمزة بعد تخرج من الأكاديمية؟ إن شاء الله نروح للعالمية إن شاء الله. تعلمت أنه يحطوا مراكز معينة، أنه يعني نلعب المركز اللي يحطنا فيه، ما نلعب أي مركز. والمهارات اللي تعلمتها إيش استفدت؟ استفدت منها اني اراوغ الشخص اللي قدامي. المنهج وضع وفق اسس ووفق اساسيات موجوده في كره القدم وضعها الاتحاد الدولي لكره القدم، سواء كان من احجام الكور اللي يمارسوا فيها الفئات السنيه كره القدم، سواء كان من طريقه التدريب، سواء كان من المهارات المطلوبه منهم، حتى يعني من الاشياء اللي ممكن يستغرب منها البعض أن الطفل في عمر معين ما تطلب منه أنه ما يكون أناني، يعني طبيعته هو يكون أناني، يحافظ على الكورة، يبغى الكورة دائما معاه، حتى عندنا عدد الكورة على عدد اللاعبين، حتى نعطي في بداية التمرين كل لاعب كورة حتى يشبع رغبته ويحب الكورة أكثر، بعد كده يدخل للتمرين الجماعي. أكاديمية حريصة جدا أن هي جزء من المجتمع وجزء مساهم إن شاء الله في تنمية المجتمع،
مشاركين في فعاليات مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مع الأيتام، مع الكبار في السن الغائبين عن ممارسة الرياضة، مع الأطفال اللي يحتاجوا لتنمية مهاراتهم الاجتماعية. فدائما احنا حريصين نكون جزء من هذا المجتمع وجزء فعال جدا، أيضا خاصة تحديدا داخل الحي وبين أهل الحي وأهل المنطقة. آخر بطولة كانت بطولة رمضانية لدعم ملف استضافة كأس آسيا 2027، وبرضو في فعالية قامت قبلها أكبر رسمة في العالم دخلت موسوعة جينيس، طبعا الرسمة كانت بالقهوة، وصار مع اليوم الوطني الإماراتي. أو 15 صراحة يعني من تطور لتطور دائما حسب عمل ممنهج وحسب استراتيجيات وضعناها. الجديد حاليا المباني اللي خلفنا بإذن الله راح يقام فيها جاكوزي، صالة رياضية، متجر رياضي. كان هذا العمل المتكامل داخل أكاديمية O15. كنتم معنا في المدينة على عليان.